on est venu dans ce match-là pour de bonnes intentions. Après, voilà, malheureusement, il s'est passé des choses avant le match, pendant la mi-temps. Et voilà, il y a aussi l'arbitre qui siffle un pénalty imaginaire en fin de match, où il n'y a jamais pénalty. Après, je pense que si on serait sorti de ce match-là avec un match nul, je pense que dans l'ensemble, on aurait pu faire un bon résultat. Mais voilà, je veux dire que la défaite, elle est pas méritée du tout, la défaite. بنينا سكورة ماتش سخون من نولو هاك شفتوا ساعة ملوحين قدام التيران جوريت كونسونتراسيون مشيت عليهم دخلنا سخونا من با درجين بطنا نلعبوا مي هذا الكل كنا نجموا ما نخسروش اليوم كنا نجموا نروحوا بنقطة كاو بيرنتي الساحة زيدوا تفرجوا كنا نتفرجوا فيها زاد زفرها سي سعيد بون الأجواء كانت سخونة برشا اليوم والحقيقة كنا احنا زاد قصرنا شوية في الأخر كان كنا معناتها كان ركزنا شويه رانا روحنا بنقطه فهمت اما كما كنت نحكي تو كل واحد حمل مسؤوليته خويا خاطر ما يصيرش في الكوره هذايا احنا نمشيو للافريق وما يصير لنا شكيك ياك صار هكا شفت انتم هكا حاضر مش حاضر معنا لهنا اي حاضر ملوحين جوريت ملوحه اخي جوريت اللي طوال ملوحه في قدام التيران ساعه وربع هذه كره تحكي عليها هذا كلام يا اخي شفت ساعه كامله ونحن قاعدين برا ما خلوناش ندخلوا بين ليميتون كيف ما فماش لاعب بوني حتى تو بعد الماتش بوني قبل الماتش بوني ما فهمتش اسكو يكوروا ولا ما اسكو يحبوا نعملوا لهم هكا في سوسه كي يجيو ولا كيفاش ما بون شكون هما مسؤولين في بعضهم ملاعبيه مسؤولين تضرب في ملاعبيه في الدخول العباد الكل تفرجت من الاول ما خلوناش ندخلوا ما خلوناش نلعبوا شفت فوزي بنزرتي عم ناول كي هبط لسير تيران خذا عامين انت تشوف توا المسؤول نتاعهم البريزيدون نتاعهم يهبط يعض الجوج من من من, من هنا بون واللقاء علاش نستنى المباراه كوره في كوره كوره كاو خسرنا كوره ما بيلانتي عطاهم الاربيتر في الاخر وخسرنا كوره اما فما حاجه اكسترا برا الكوره اللي ما نجمناش نلعبوها وشفتوا توما العباد الكل من الاول كنتوا حاضرين وشفتوا